مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من خلاصه الكلام. تطورات كتير حصلت في ملف غزه الفتره اللي فاتت. الاحداث تصاعدت بشكل كبير جدا وسريع ويقلق ومخيف، ما بين اعلان الموافقه على الهدنه وقبول حماس ليها، وما بين رفض اسرائيل باعتبارها الطرف الثاني، وبين عمليه بريه على رفح جنوب قطاع غزه بدات بشكل تدريجي في دخول اسرائيل على حدود رفح الفلسطينيه، وبين رعب سيطر على العالم وقلق من تطور الاحداث. طبعا بيجي صوت مصر اللي بينادي العالم بتحمل مسؤوليته امام الجميع، وما بين التخوف من صراع محتدم هيأثر مش بس على المنطقة، هيأثر على العالم كله. هنعرف كل التطورات وهنعرف كل الأحداث اللي حاصلة وهنعرف إيه اللي هيحصل في الفقرة الرئيسية معانا ومع ضيوفنا النهاردة، هينورونا في الاستوديو. ولكن خليني الأول أبتدي بأهم الأخبار وأهم الأحداث اللي حصلت على مدار الأسبوع اللي فات، ويمكن لو أهم حاجة هتكلم عنها في أول حاجة هتكلم عن قانون التصالح الجديد. قانون التصالح الجديد اللي بيدي فرصة جديدة للناس ان هم يتصالحوا وان مخالفات البناء نخلص منها. الحقيقة ان المحافظات استقبلت يوم الثلاث اللي فات المواطنين اللي يعني كان الناس بكتير جدا بيروحوا وعايزين يروحوا وعايزين يخلصوا الموضوع. قانون التصالح الجديد مهم. عايزة اقول لكم ايه، القانون القديم كان فيه عوار كبير جدا، قانون التصالح الجديد لا، بيخفي كل اللي كان العوار اللي موجود في القانون القديم. الناس هتعرف تبني مرة تانية، الناس هتتصالح مرة تانية. في مميزات كبيرة جدا في قانون التصالح الجديد. اولها بيعفي المواطن من دفع ربع رسوم التصالح، يعني بيوفر عليك فلوسك. القانون هيقبل كل الطلبات اللي اترفضت وتمت خلال القانون الماضي. بيتيح التظلم في حالة رفض الطلب وبيترد عليك في وقت محدد، وبيتقلك الطلب بتاعك حصل فيه ايه. رقم 4، 25% بتدفعهم في الاول، ده كان انت جد ليه جدية التصالح، وبعد كده بتقسط على 3 سنوات. فده موضوع مهم جدا، هيحل مشاكل كبيرة جدا. في طبعا على نوافذ التقديم قبول كثيف من المواطنين على شبابيك المراكز التكنولوجية في المحافظات عشان يتصالحوا ويحصلوا على رخص البناء والارتفاع. طيب ده زي ما قلت لحضرتكم في مميزات كتير جدا، هنخلص من العوار اللي كان موجود قبل كده. يمكن سيادة الرئيس هو اللي كان مهتم جدا بالموضوع ده وانه هو يخلص، ووجه مجلس النواب ان هم يخلصوا القانون ده بشكل كبير. طيب انا معايا دلوقتي على الهاتف دكتور محمد الفيومي، دكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب. يا دكتور محمد اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. اخبار القانون الجديد ايه؟ طمنا. والله قانون التصالح مراكز التكنولوجيه بتتلقى الطلبات وفي اقبال معقول على تقديم الطلبات. 341 مركز تكنولوجي موجود في الاحياء والمدن وفي المدن العمرانيه الجديده متوزعين على انحاء الجمهوريه كلها. ايه الجديد في القانون الجديد احسن واحلى من القانون القديم؟ مختلف عن القانون القديم، لان في حالات كان القانون القديم لا يسمح بالتصالح معاها، القانون الجديد سمح بالتصالح معاها. القانون الجديد كمان لغى المعاينه اللي كانت بتعطل اللجان ومبقاش في معاينه، وبقى اللجنه تاخد بالاوراق اللي مقدمها المواطن على مسؤوليته. المواطن هنا بيقدم اوراق بتعامل كاوراق رسميه في قانون العقوبات، وبالتالي لازم يقدم اوراقه مظبوطه وما يزورش فيها، لان لو زور فيها يقع تحت طائله القانون. طب وموضوع ان هو هيدفع في الاول 25% كجديه تصالح، ما هو ده كان موجود قبل كده في القانون اللي فات. وهيتنفذ كمان في القانون ده. الناس تقدر، واللي قدم قبل كده ودفع مش هيدفع تاني. الناس تقدر تبني امتى؟ ايه ده؟ الناس تقدر تبني امتى وتقدر تاخد استماره 10 امتى؟ ما فيش استماره 10، هي دلوقتي بقت نموذج 8، ده اخر نموذج. نموذج 10. لا 8 القانون الجديد بقى نموذج 8. ها ما فيش حاجه، ما فيش لا 9 ولا 10، هو 8 بس. خلاص ما فيش 9 و10 في القانون الجديد. قللنا النماذج كنوع من انواع التيسير على المواطنين، ونموذج 8 يحصل عليه بعد 90 يوم من تاريخ تقديم الطلب.
طيب ويقدروا بقى ينفذوا امتى؟ اللي عايز يرتفع بالادوار، اللي عايز يبني يقدر يعمل ده امتى؟ ما هو بص حضرتك لما بياخد نموذج 8 ده بيعتبر ترخيص يقدر يعلي ويقدر يهد ويقدر يعمل كل حاجه اذا كان داخل الحيز العمراني برخصه. لازم يقدم ياخد رخصه. مش معنى ان انا خدت نموذج 8 انا رخصت لك المخالف اهو بقى مترخص. اي واحد معاه رخصه وبيجي يعلي مش بياخد رخصه تعليه. تمام. هل الناس الاقبال اللي هم عاملينه حاسين بالفرق؟ شايفين ان في فرق بين القانون الجديد والقانون القديم؟ والله انت ممكن قوي تسالي المواطنين. انا المشرع اللي بقول ان القانون ده مختلف تماما عن القانون القديم، في تيسيرات اكتر، فتحنا الباب اكتر، لان احنا قاصدين ان احنا نقفل ملف المخالفات نهائيا وما يبقاش في قانون تصالح ثالث. كفايه قانونين ومش هيحصل قانون ثالث. لازم نقفل الملف ده ونتصالح مع كل اللي عايز يتصالح. هل ممكن يحصل فيه تجديدات جديده في القانون؟ يعني طول ما احنا ماشيين نجدد فيه، ولا هو ده خلاص كده قانون نهائي؟ لا بص حضرتك ما فيش حاجه اسمها قانون نهائي. في حاجه اسمها اثناء الممارسه بنعمل دراسه للاثر التشريعي للقانون ونشوف القانون ده وفى الاحتياجات، اذا لقينا فيه ثغره فيه ولا حاجه نعمل تعديل، ما فيش مشكله. تمام تمام. دكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنا بشكرك جدا على المداخلة. وده كان ملف. الملف اللي جاي حادثة قلبت السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت. طبعا مطرب المهرجانات عصام صاصة، يعني مطرب محبوب الناس كلها بتحبه وبتحب تسمعه وشعبي وكل الشعبيين بيحبوه وكل حاجة. عصام صاصة من كام يوم كان ماشي على الطريق الدائري رايح من المعادي لحدائق الأهرام. طبعا انتوا عارفين حضراتكم ان الطريق الدائري ده طريق سريع، يعني ما ينفعش اي حد يعدي فيه أبدا خالص. فخبط واحد بيقول ان هو طلع قدامه فجأة وخبطه، وللأسف الشديد أحمد عنده 40 سنة توفى. عصام على حد قوله أو الناس بتقول ان هو مهربش، هو فضل واقف وراح وتحقق معاه، وهو بيقول ان هو كان ماشي على سرعه اقل من 70. طيب هو بالمنطق كده الواحد لما بيجي يفكر في الموضوع بالمنطق منطقيا، كام حد الفتره اللي فاتت وهو بيعدي الدائري عربيه خبطته؟ كتير، العدد كبير، فاكيد محدش ينفع يعدي من الدائري. ولو جيت برضو فكرت شويه بعقلك كده، طب انت لو واقف على جنب خالص، هل ممكن عربيه تيجي بسرعتها على في الناحيه اللي واقف فيها الناس او على الجنب تقوم دايسه واحد؟ الواحد ساعات بيتحط في مواقف بتبقى ابتلاء، فدي ابتلاء انا بشوفها ان دي ابتلاءات اللي بتجي لك فجاه من عند ربنا. طبعا الله يرحمه ويصبر اهله اكيد. بس تعالوا نعرف تفاصيل اكتر. انا معايا دلوقتي على الهاتف الاستاذه ساميه عبد الغفار محاميه عصام صاصه. يا استاذه ساميه مساء الخير. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا استاذه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ احكي لنا. انا اولا بتقدم بخالص التعازي لاهليه المتوفي لرحمه مولاه، وبتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته. يا فندم الموضوع ببساطه ان كان عصام راجع من شغله حوالي الساعه 5 او 5 وربع تقريبا، وامام بنزين محطه بنزين توتال اللي هي المفروض الطريق السياحي. سيادتك عارفه او اي حد بيسوق عربيه عارف ان الطريق ده عباره عن 8 حارات. والطريق المقابل الطريق المقابل اللي هو المفروض المعادي السياحي 8 حارات. الساعه 5 وربع تقريبا المتوفي الى رحمه مولاه عدى الطريق اللي على الشمال اللي هو الطريق اللي بيودي من من المعادي الاتجاه السياحي، عدى 8 حارات بالمعاينه. تمام، عدى 8 حارات. بعد كده في سور حوالي 120 سنتي، مش رصيف، ده مش رصيف، ده سور يا فندم، يعني ما ينفعش ان هو يخط برجله، ده لازم ينط السور. هو مكانه كان فين بالظبط؟ يعني المتوفي كان مكانه فين بالظبط؟ في نص الطريق ولا على جنب؟ لا في نص الطريق. في نص الطريق. ما انا بقول لحضرتك هو 8 حارات في الشمال و8 حارات في اليمين. ايوه. هو سيادته جاي من المتوفي الى رحمه مولاه
عدى 8 حارات، عدى سور وعدى 8 حارات وفي النص سور، وبعد كده عدى 4 حارات تقريبا وعصام داخل الطريق السياحي. تمام. ففي عربية المفروض عالية، عربية نقل تقريبا، ووراها عربية جد. أيوة. المرحوم المتوفي إلى رحمة مولاه عدى أو فاد العربية الجلي، فكانت المساحة صغيرة ما بين عربية عصام وما بين العربية الجلي. فتفاجئ بعصام، يعني عصام اتفاجئ، الدنيا ظلمة، الضوء مش قوي، الضوء ضعيف جدا. تمام. اتفاجئ بيه، معرفش يفاجئ. وده طريق يا فندم، يعني ده غير مخصص لعبور المشاة. طيب. يعني هو لا في مثلا طريق عبور مشاة، ده طريق سريع. تمام. عصام كان بيقود من السرعه المفروض اللي هو لما اتسال في تحقيقات النيابه من 70 ل 80. ده بقى معلومه متاكده منها حضرتك ان هو كان ماشي على 70 80؟ هو اساسا السرعه الدائري كام المفروض؟ 90 المفروض. 90 لحد 90. لحد 90 في رادار يا استاذه اميره، في أيوة. في رادار اللي هو رادار اللي هو قبل نسق او محور عمرو بن العاص. سيادتي في رادار قبليه ب 500 متر قبل محطه البنزين. ايوه. في رادار. هل عصام ارتكب مخالفه زياده السرعه المقرره؟ تمام. طبعا في معاينه نزلت، هل المكان ده مخصص وعصام كان سايق على سرعه كام؟ وكلنا معرضين، احنا مش بنتكلم ان احنا في مصر بس. طبعا. هل بقى هل الرادار طلع هو كان ماشي على سرعه كام؟ لا يا فندم، لا لا خالص، ما فيش اي حاجه. عصام قال في التحقيق لما سئل امام تحقيقات النيابه العامه قال ان انا كنت سايق من 70 ل 80. طيب. عصام بعد ما خبطوا ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ وقف مكانه. ها؟ وقف مكانه. كان معاه حد في العربيه؟ عصام كان معاه حد في العربيه؟ المفروض ان كان معاه حد، واحد صاحبه. تمام. وهو قال كده في التحقيق، وفضل واقف مكانه. هو كان منهار جدا، حتى بعض المواطنين نشروا بعض المقاطع الفيديو. الدنيا ضلمه، يعني المكان مظلم مش نور. أيوة. تمام. وكان منهار جدا، ومنهار انهيار يعني غريب الشكل. تمام. طبعا هو فضل واقف مكانه. اتصلوا بالنجده، وفي فندم رقم كود طبعا اتبلغ بيه النجده، وجات الشرطه وجات الاسعاف للمتوفي رحمه مولاه الى رحمه مولاه، والاجراءات القانونيه تمت بشكل عادي جدا. يعني هو استاذه اميره الحوادث دي كل يوم بتحصل. طيب. في التحقيقات بقى، في التحقيقات قال ايه عصام؟ قال ان هو كان ماشي على سرعه ما بين 70 ل 80، وهو المتوفي ظهر قدامه فجاه. فجأة. الناس اللي بتقول انا سمعت ان هو كان منهار، وان هو كان تعبان نفسيا، وان هو بكى يعني، وان هو يعني حالته النفسيه سيئه جدا، ويمكن لحد دلوقتي حالته النفسيه سيئه. ده حقيقه يا استاذه اميره. احنا طول التحقيق ما بطلش غياط. عصام طول التحقيق من اول، يعني انا كمحاميه ما كناش عارفين نهديه. هو كل اللي شافه، هو مش متوقع ان هو يشوف المنظر ده او يشوف حد مثلا متوفي قدامه. عصام يعني في طول التحقيق منهار، بعد ما روح طبعا ومشي واخلى سبيله بضمان مالي على ذمه التحقيقات 30,000 جنيه. تمام. مازال منهار، هو مش قادر لا يقابل حد ولا بيقول ايه بقى حد. بيقول ايه منهار؟ بيقول ايه؟ كان ايه التعليقات اللي بيقولها؟ بص يا استاذ عمير، هو كل اللي بيقوله انا مش عارف ده ازاي حصل. ايوه. انا فوجئت بيه. يا ريتني كنت اقدر اتفاداه، كنت تفاديته. ايوه. يعني انا حاولت، بس انا ما لحقتش، لان هو عدى العربيه الجيلي، وبعدين هو فاد العربيه الجيلي، ما رضيش يعدي المتوفي لرحمه مولاه. لو في تفريخ كاميرات يا استاذه، تمام، هيبقى في ان هو في عربيه نقل عدت من على شمال يسار، وبعدين يليها عربيه جيلي. تمام. هو فاد العربيه الجيلي واتفاجئ بيه عصام. كانت المسافه ما بينه وما بين العربيه الجيلي طبعا يعني مش كبيره. طيب. فاتفاجئ بيه، فمعرفش يتفادى الكلام ده. طبعا طبعا مواقع الصحفيه كلها المعروفه واللي مش معروفه عملت حوارات ولقاءات مع اهل احمد مفتاح اللي هو المتوفي، وبعدين اخو احمد بيقول انه لا، انا اخويا ما كانش بيعدي الشارع، وانا مش مسامح في حقه، وانا عايز حق اخويا، ولا يمكن ان هو كان بيعدي الطريق الدائري. فاكيد شفتي اللقاءات اللي عملها اخوه
في كذا موقع، تعليقك ايه؟ اول ما شفتوا اهل الضحيه كان بيقولوا ايه؟ ودلوقتي يعني تعليقك على كلامهم ايه؟ انا اتمنى استاذه اميره من جميع الصحف والبرامج التلفزيونيه ان هم ينشروا الموضوع بحياديه. انا طبعا كمحامية أنا حزينة طبعا على اللي حصل للمتوفي إلى رحمة مولاه. عصام ذات نفسه حزين جدا ومتأثر جدا، بس برجاء عدم استغلال الناس الغير الواعية بالقانون. أيوه تمام حضرتك، احنا لا في احنا من يعني عصام ما يعرفش المتوفي إلى رحمة مولاه، ما يعرفوش شخصيا. الحادث ده معرض لأي حد في الطريق ان هو هل تعليق هو ايه على ان اخوه بيقول ان هو ما كانش بيعدي الطريق؟ لا لا، هقول لحضرتك حاجه يا استاذه اميره، سيادتك انت ممكن تاخدي الكاميرا بهدوء جدا او اي حد من تبع البرامج او الصحافه تمام ينزل يعين المكان يا فندم. تمام المكان انا زي ما بقول لمعاليكي بالظبط، سور. أيوة. طيب. من على الشمال سور، مش رصيف، عشان انا سمعت كلمه رصيف دي كتير. تمام سور تقريبا من متر وعشرة لمتر وعشرين، يعني انا طبعا طيب. يعني كنت اتمنى ان انا مثلا اشوفه هو طول كام تقريبا، والطرق والمنافذ فاهمه. طيب. ان الطريق السور ده هو فعلا مقاسه كده. طيب. على الشمال هي في ثلاث اسوار بالضبط على ال 16 حاره رايح جاي. تمام سور يا فندم، يبقى انت حضرتك عديت السور، ادي اول واحد من على الشمال، عديت 8 حارات يبقى ده كده قبلك سور تاني. طيب. يبقى انت كده عديت 2 سور، اوكي، وبعدين هتبتدي تعدي 8 حارات التانيين اللي هو عصام ابتدي فيه في النص، وهيقابلك سور. عادة الحوادث اللي بتحصل زي دي بيكون نهايتها ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ انا عارفة انه عصام خرج بكفالة 30,000 جنيه، ايه اللي هيحصل تمام. بعد كده؟ احنا دلوقتي النيابة العامة مشكورة اتخذت جميع الاجراءات القانونيه للحفاظ على حق طبعا المتوفي الى رحمه مولاه، وطبعا حق المتهم، لان النيابه العامه هي الخصم المحايد والشريف في تلك الدعوه. تمام سيادتك، لسه في باقي اجراءات المفروض ان هيسال السيد الملازم او السيد الضابط اللي نزل عين المكان وشاف الواقع بعينيه. تمام عادة الحوادث دي الوقع. عادة الحوادث دي بتخلص على ايه؟ حوادث السير وخاصة العبور بيبقى فيها هل المتوفي إلى رحمة مولاه تدارك الخطأ أو كان في إهمال من المتهم أو من المجني عليه؟ ماشي يا أستاذة سامية، أنا عايزة أعرف من حضرتك عامة يعني الحوادث دي بتخلص على إيه؟ هل بتبقى قتل خطأ وبيدفع دية؟ هل بيبقى هو مش غلطان في حاجة وكان ماشي في طريقه وهو ظهر قدامه فجأة؟ بتخلص على إيه عادة الحوادث اللي زي كده؟ بتخلص يا فندم، هي تقريبا يعني بتتم فيها التصالح ممكن، وممكن يتم فيها دفع غرامة. تمام اذا كان الخطأ من المتوفي الى رحمة مولاه، لان ده مش طريق عبور مشاة. تمام اذا كان المتهم مخطئ لا طبعا بيتعاقب. طيب. تمام بس احنا في الحالة اللي احنا فيها دي ده طريق دائري وطريق سريع. ومش مكان مخصص لعبور المشاة. تمام والنيابة بتحقق في الدعوة وفي تحريات معالي. طيب. في تحريات صدرت من وزارة الداخلية. طيب أستاذة سامية عبد الغفار محامية عصام صاصة، أنا بشكرك جدا. طبعا حادثة يعني وارد أنها تحصل، فلازم الناس تخلي بالها، دائري ده مش مكان أن احنا نعدي فيه. احنا هنتابع التحقيقات هتوصل لحد ايه، وهنتابع مع حضراتكم الموضوع هيوصل لحد فين. طيب أنا دلوقتي معايا محامي أحمد مفتاح، خلينا نكلم المحامي. محامي أحمد مفتاح، محامي أحمد مفتاح المتوفي، هو كلمنا دلوقتي على الهوى وطلب مننا حق الرد، وطلب مننا ان هو يرد على القضية دي، فطبعا حق الرد مكفول فبنديله مساحة ان هو يرد. بس هنا بيجي التساؤل، هو طبعا كده كده تحقيقات النيابة هتشوف وهنعرف ايه اللي حصل، اصل هو الموضوع دلوقتي ما بقاش فيه حتة ما فيهاش كاميرا على فكرة، يعني لسه الجريمة اللي كانت من فترة الولد اللي اتخطف عشان خاطر الدارك ويب والديب ويب، الكاميرات جابت كل حاجة، فدلوقتي الكاميرات بتجيب كل حاجة، فهيبان إذا كان هو كان فعلا بيعدي الشارع ولا ما كانش بيعدي الشارع. الأستاذ علي فايز معايا، الأستاذ علي فايز محامي أحمد مفتاح، أهلا وسهلا يا أستاذ علي.
اهلا بيك يا استاذ امير. اهلا بحضرتك، حضرتك طلبتنا وكنت عايز حق الرد، في حق الرد مكفول ليك طبعا. احنا اكيد كنا طبعا. انا بس حابب اوضح نقطه مهمه جدا. اتفضل. كلنا بنقود سيارات وبنمشي على الطرق. فالاستاذه ساميه عبد الغفور وطبعا هي ليها الحق انها تدافع عن المتهم بتاعها. محاميه عصام صاصه. ايوه. طبعا. ولكن انا النهارده لو ماشي على سرعه 80 ولا 70 وتفاجات باي شيء هقدر اوقف لو دوست فرامل. هو ليه القانون يا فندم قال لي ان السرعه بتاعتي المقرره 120؟ لان انا لو على سرعه 120 وتفاجات باي شيء هقدر اقف ادوس فرامل. ايوه. لما اكون لكن لما اكون مستهتر وامشي على سرعه 150 و140 انا في النهايه طبعا ده قضاء وقدر وممكن يحصل لاي حد. طب استاذ علي ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل يا فندم. طيب لو واحد، لو حد ماشي على اكتر من سرعه 70 او 80 او 90، لان خلي بالك انه الدائري السرعه لحد 90، وحد تاني مستهتر برضه بيعدي الشارع، فهم يبقى كده. ما هو يا فندم انا لو حد بيعدي الشارع ده مش دافع ليا ان انا موته حتى لو هو اخطا. ما انا ممكن ما اشوفوش يا فندم. ما اشوفوش ازاي يا فندم؟ ما انا ممكن ما اشوفوش. لا هل ده يا فندم اللي بيخوض ده لازم ياخد باله من اللي بيعدي. انا بس انا عارف الدائري كلنا بنمشي كل يوم مع الدائري. انا عايزه اوضح المشهد بس يا فندم. اتفضلي. هل طبيعي ان حد يعبر الدائري؟ هل ده في معبر للمشاه؟ طب هل انت معاكي دليل ان هو عبر الدائري؟ لا طبعا انا ما عنديش، بس هل انت عندك دليل؟ يعني في حد شاف الواقعه؟ في شهود عيان موجودين على لسان اخوه قالوا ان هو ما عداش الطريق اصلا. امال هو يعني ده داسه فين؟ في اي حته بالظبط؟ هو كان على اليمين نازل من عربيته وبيكمل لانه رايح اكتوبر في نفس الاتجاه. ايوه. فما فيش داعي اصلا ان هو يعدي الطريق. انا بمشي، احنا كلنا بنمشي على الدائري يا فندم. تمام. انا ماشي على الدائري دلوقتي، اكيد مش همشي في الحاره اللي واقف فيها الناس يا فندم. هو مش ماشي، ده هو كان سايق عربيه وبيسلمها لسواق تاني. أيوة. ده اللي لازم نفهمه. وما كانش بيعدي اصلا، ده سواق واخد عربيه عشان يسلمها لسواق تاني. طب يا استاذ علي يعني ايه المطلوب؟ شايف حضرتك ان القضيه دي ممكن تخلص ازاي او ايه اللي يحصل؟ هل ممكن يحصل تصالح مثلا؟ والله احنا بالنسبه لنا برضه عشان نكون فاهمين، احنا بالنسبه لنا مفيش بيننا وبين عصام صاصا خلاف على المستوى الشخصي. ايوه ايوه. وزي ما قلت المعاريكي اي حد معرض انه يحصل له ده. أيوة. ولكن انا القانون نص على حاجات لازم نحترمها. ايوه. لو ثبت ان عصام كان بيتعاطى المخدرات او كان في حاله سكر الموضوع هيختلف. والعقوبه عندي بتوصل لخمس سنين حبس. فالناس عايزين حقهم بالقانون يا فندم. اعتقد التحقيقات بقى هي اللي هتقول. التحقيقات بقى هي اللي هتقول ده. اكيد طبعا، وكلنا بنحترم التحقيقات وبنحترم النيابه، لكن احنا هي اللي هتقول اذا كان هو كان واقف على جنب ولا كان بيعبر الطريق. هتقول عصام صاصه كان ماشي على سرعه كام. هتقول هو اتعمل له تحليل وهتطلع التحاليل. فاهم قصدي ازاي؟ اكيد طبعا يا فندم. احنا في انتظار. لو اكيد الراجل ليه حقه هياخده. لو عصام مش غلطان وكان ماشي في طريقه والراجل ظهر قدامه فجاه، يبقى يعني فاهم قصدي يعني اكيد كده كده. استاذه اميره، انا زميل اعلامي على مدار 15 سنه قبل ما اكون محامي. اهلا وسهلا يا فندم. فانا بس يهمني قصه ان احنا لما نيجي نتكلم ما نحاولش نبرر حتى ان ما ينفعش حد يعدي الطريق. لازم نتكلم من الطرفين يا فندم. أكيد. من الطرفين أنا النهاردة يا فندم. احنا لسه لحد دلوقتي مش متاكدين من اي حاجه، صح؟ احسنت. وانا بشكر حضرتك جدا بس. واتمنى ان شاء الله ان احنا ننتظر لحد التحقيقات ما تطلع. ماشي. نتيجه العينه وننتظر طبعا. كل شيء هننتظر ولكل مقام المقال ان شاء الله. بالظبط كده، بالظبط كده. بشكرك استاذ علي فايز محامي احمد مفتاح المتوفي في حادثه عصام صاصه. الواحد بس عايز عنده تعليق هنا عايز يقوله، انه لما بتحصل حاجه زي كده المواقع الصحفيه بتهجم هجوم. تمام. وبحس مش عايز اقول كده والله، بس بحس بقله الخبره انه انت لما تيجي تستضيف حد حضرتك يعني خليك لا مع ولا ضد. فانا بتكلم على المواقع الصحفيه واللايفات الكتير اللي بتتعمل. يكلم المجني عليه او يكلم الجاني فيقول له ايوه وحصل، فالتاني يقول له ايوه ها. ما بتبقاش كده. وبعدين هل في قضيه بيتحقق فيها دلوقتي ينفع ان انا انزل اتكلم مع الناس ويفضلوا يتكلموا بالطريقه دي، فممكن ياثروا على الراي العام بشكل ممكن يكون خطا؟ انا عايز افهم، هو لما بيبقى في قضيه زي دي ليه الموضوع ليه ما بيبقاش فيه كود للمواقع الصحفيه ان هي لا التزم، يعني لو هتستضيف حد في حدود معينه. لكن كم اللقاءات اللي بيتعمل وكم الكلام اللي ممكن يكون مش مدروس اللي بيتقال، ومحدش شاف الحادثه ومحدش كان موجود ومحدش عارف حاجه لسه، فده بيأثر سلب، تأثيره سلبي وممكن يضر الموضوع. فالموضوع دلوقتي عند القضاء،
وهيتعرف كل حاجة، وما بقاش في حتة ما فيهاش كاميرات، هنعرف إذا كان الراجل ده كان بيعدي الطريق ولا ما كانش بيعدي الطريق، هنعرف عصام صاصة كان ماشي على سرعة عالية ولا مش ماشي على سرعة، كل ده هنعرفه. فالناس بس تهدى شوية وتصبر، ومش لازم الإعلام، يعني أنا مش مطلوب مني إن أنا أتعاطف قوي مع الضحية أو أتعاطف قوي مع عصام صاصة، أنا أطرح الموضوع وخلاص. لكن في خطأ حصل، إنه لو هو عبر الشارع فعلا الدائري خطأ. طب لو صاصة كان ماشي بسرعة خطأ. مع كل ده التحقيقات هي اللي هتبينه، فما نقدرش ان احنا نقول اي حاجة دلوقتي. طيب ده كان ملف وهنتابعه مع حضراتكم برضو. الملف الجاي طبعا في ناس كتير جدا بتهتم بالعقارات، ومهم جدا بالنسبة لها دلوقتي ان هي تحافظ على العملة بتاعتها. الناس دلوقتي بتحب تحوش في مكان العملة بتاعتها فيه او الفلوس بتاعتها ما تنقصش، بالعكس تزيد. طبعا ده بيحصل عندنا، ناس بتحب جدا تستثمر في العقارات وتستثمر في الذهب والعقار كمان. طيب في معرض عقاري دلوقتي، ده أدرس بروبرتي شو، هو من اكبر المعارض العقارية اللي موجودة، بتعمله ذا أدرس انفستمنتس، موجود دلوقتي في أرض المعارض في قاعة المؤتمرات، شغال من 8 ل 11 مايو اللي احنا فيه ده، يعني هو ابتدى امبارح وهيخلص يوم السبت اللي جاي. مشارك فيه كل المطورين العقاريين الكبار، في عروض حلوة جدا متقدمة ومعمولة، فالناس اللي بتهتم بالعقار وعايزة تشتري تقدر ان هي تتجه للمعرض ده، هتلاقي كل المطورين العقاريين موجود، وهتلاقي موجودة، وهتلاقي عروض كمان موجودة، فيقدروا يتجهوا للمعرض. هو شغال من امبارح لحد يوم السبت اللي جاي من 8 ل 11 مايو. تعالوا نروح نشوف المعرض ونرجع نكمل مع حضراتكم. دي أدرس بروبرتي شو، أكبر معرض عقاري في مصر، رجع لنا بنسخته الثانية. المعرض من تنظيم شركة دي أدرس انفستمنتس، الشركة الرائدة الأولى في مجال التسويق العقاري، وجايبين أكبر مطورين العقاريين من يوم 8 ليوم 11 مايو في مركز مصر للمعارض الدولية قاعة 2. المعرض بيوفر اختيارات كتير متنوعة بتناسب كل الاحتياجات، بمساعدة أفضل متخصصين العقاريين، وكمان بيقدم عروض حصرية من كل مطورين. المعرض لسه شغال لحد يوم 11. طيب معانا دلوقتي على الهاتف المهندس إيهاب بدر، رئيس تطوير الأعمال بـ The Address Investments. يا باشمهندس. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. طيب كلمنا عن المعرض The Address Property Show والشركات اللي موجودة، شركات التطوير العقاري اللي موجودة، هل في عروض متقدمة ولا لا؟ كلمنا عن المعرض. في الأول أنا طبعا متشكر على المداخلة الجميلة دي. القطاع العقاري المصري من أهم القطاعات الاقتصادية في البلد، وحصل له طبعا الفترة اللي فاتت نمو كبير، كان في عدة أسباب أدت للنمو ده، من ضمنها اهتمام الدولة بعمل المؤتمرات والإيفنت المرتبطة بالأحداث العقارية. أدرس بروبرتي شو معرض عقاري هدفه الأساسي إنه يقدم إكسبيرينس للعملاء بتوعه بطريقة مختلفة، سواء كانوا مستثمرين سواء كانوا مستخدمين. فاختلافه بيجي انه العميل بيجي يعمل ريجستريشن على البورتال بتاع المعرض، بيجي يخش بالكيو ار كود بتاعه وبيلاقي حد من الكونسلتنتس العقاريين اللي موجودين في المعرض، بياخده يلف معاه على الديفلوبرز اللي موجودين في المعرض. المعرض حاليا في حوالي يمكن 28 مطور عقاري من اكبر المطورين الموجودين في البلد. زي مين؟ في عندنا ماونتن فيو، في عندنا اورا، في عندنا مارك كوميونيتيز، في عندنا مدار، في عندنا في شركات كتير، يعني في طيب هل المطورين العقاريين اللي موجودين في المعرض بمناسبة المعرض ده بيقدموا أي عروض، بيقدموا
تسهيلات في الدفع في يعني في اي عروض موجوده في المعرض ولا لا؟ العروض يا فندم موجوده فعلا، المطورين بينزلوا بعروض مختلفه شويه عن اللي بيقدموها في الوقت العادي. في يمكن عروض بتوصل من انت بتبقى زيرو داون بيمنت وبتوصل للتقسيط لغايه 8 سنين و9 سنين. ودي تبقى فرصه كويسه للمستثمرين الاجانب والمصريين ان هو يجي يتفرج على البرودكت اللي بيقدمها المطورين العقاريين في المعرض. طيب حابب تزود اي حاجه تانية عن المعرض؟ انا شايفه ان الاقبال كبير جدا، وشايفه ان ده في نسخته التانية يمكن موفق اكتر بكتير من النسخه الاولى. النسخه الاولى كانت ناجحه والنسخه التانية كمان من المعرض، وان شاء الله ينجح ويكسر الدنيا. حابب ان انت تقول حاجه تانية عليه؟ انا بحب اشجع كل حد مهتم بالاستثمار في القطاع العقاري. أيوة. انه يجي فعلا يزور المعرض، وهيلاقي فعلا اكسبيرينس مختلفه عن بقيه المعارض اللي ممكن يحضرها. من ناحيه الاستقبال، من ناحيه الخدمات اللي بتتقدم، من ناحيه العروض اللي بيقدمها الديفلوبرز. بشكرك جدا مهندس ايهاب بدر، رئيس تطوير الاعمال ب دي ادرس انفستمنتس، اللي القائمه على معرض ذا ادرس بروبرتي شو. طيب زي ما قلنا، اي حد حابب ان هو يستثمر في العقار، في دلوقتي شغال معرض من اكبر المعارض العقاريه اللي موجوده من يوم 8 امبارح لحد 11 مايو الشهر الجاري اللي احنا فيه. طيب ده كان ملف. الملف اللي جاي بعد الفاصل هنتكلم عن الاحداث اللي حاصله في غزه والتوتر اللي حاصل، احداث كتير جدا عايزين نفهم اللي بيحصل، هنعرف ولكن بعد الفاصل. استنوا.